لهاد العام هذا زعما صراحه الاجواء ماشي مفرحه 100%، ولكن الحمد لله عيد الاضحى ضروري الانسان خصو يعيد، خصو ينشط، خصو يفرح، ما عندك ما تعمل، لان هذا وباء الحمد لله عالمي، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يرفع علينا في اقرب الاجال ويلقاو العلماء اللقاح ان شاء الله يا ربي، وتفوت هذه الازمه والبلاد ديالنا تقدم ان شاء الله، وعلاش لا؟ التضامن المغاربه معروفين التضامن ديالهم، وحنا الحمد لله متضامنين مع باقيتنا، وهذا الشيء اللي كاين، تنفوتوا هذه الازمه مجموعين. العيد هذا العام شويه وصافي، حيت العيد بلا عائله شويه وصافي. وكورونا دابا هذاك الشيء ديال الله، حنايا ما نطلبوا ربي عامي يحفظنا من يحفظ الناس كاملين. هي طنجة اللي فيها شويه المرض قبيح، وحنا في الباديه باقي باقي رحمه الله ما عندناش. اسيدي ديك الشيء اللي كتب الله غنديرو، حنا دائما هيدا اجواد العيد، عرفتي اجواد العيد كتجمع العائله، والعائله ما كاينش شيء، انت كتشوف. واخا هذاك الانسان فهمتي، ولا بد فهمتي واخا كورونا واخا هذه الانسان الجوع مع هذه كاين واحد شويه ديال النقص، ولكن ما صراحة السنة أجواء العيد أجواء مختلفة على السنوات الماضية، نظرا لهذا الظرفية اللي كنعيشوها مع هذا الوباء اللي كنتمناو إن شاء الله يترفع في أقرب وقت، خصوصا النقص اللي كنحسوا به من ناحية ديال خصوصا بالذات شخصيا من ناحية صلاة العيد إن شاء الله اللي حسب البلاغ أنها ما غاتكونش، وهذا صراحة أثر فينا بزاف. وبالنسبه لباقي الاجواء من ناحيه مثلا الاضحيه وديك الشيء، راه زعما كاينه اجواء شنو من ناحيه ديال صلاه العيد، ومن ناحيه اخرى من ناحيه العائليه، بالنسبه خصوصا بالنسبه لهضروا على طنجه مثلا تمنع السفر، بزاف ديال الناس ما يقدروش يعيدوا مع الاسر ديالهم، وهذا كيشكل واحد صراحه واحد الهاجس اللي خلينا كاملين نحسوا بديك الناس اللي ما يعيدوش مع العائله ديالهم، اللي كنتمنوا ان شاء الله الناس ان شاء الله المحسنين وكل شيء يشوف من حالهم ويتعاون معهم في هذا العيد هذا، سواء من ناحيه ديال التوزيع دي مثلا ديال مثلا اللحوم ديال العيد، ولا في اي مساعده معنويه ولا ماديه، باش الناس هذو ما يحسوش بديك النقص ديال انهم ما عيدوش ولا شي حاجه.